حسب العوره في جسم الانسان. شيخ حدثنا عن موضوع العوره عند المراه وعند الرجل من منين لوين حتى نعرف. دخل خلينا نسمع بل. نعم. المرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين. قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. نعم. فالظهر منها هي الوجه والكفين. وقل هو هذه حتى يقاس عليها جمال المرأة. أنا شو أسوي بجمال المرأة بظهرها وبصدرها؟ المرأة جمالها بالوجه والكفين. يقول دخلت أسماء وكانت فتاة صغيرة. الله رضى عنها. يقول دخلت على أختها عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول وكانت تلبس ثوبا رقراقا بعدها صغيرة. يقول فقال يا أسماء إذا بلغت الفتاة المحيض يقول فقد وجب هذا وهذا. يعني وجبت الآن أن تختمر. يعني تلبس حجاب الآن. يعني إحنا الآن عندنا كل ابنية يعني نزلت عليها الدورة الشهرية أصبحت امرأة كاملة. طيب قابلة. شيخ عذرا يعني أنا لازم ما جاي أفرض لازم أقاطعك هنا. شوف العربين لحظة ست بنين عذرا بس دقيقة بنين بس اسمحيني الصوت يتأخر إلى أن يوصل. دكتور هذا الحديث النبوي أصلا هنالك من يعتبره ضعيف، حديث أحاد نقل عن خالد بن دريد يمكن اللي هو أصلا ما واصل إلى أو ما يعني ما وصل مع عائشة في عمرها، يعني هو مرسل من يا سيد فيعتبر ضعيف يا سيد كسند. يعني هسه هذا الحديث اعتبره انت ضعيف خلص معناته موضوع الحجاب اليوم واليد والكفين للسيدة أسماء خلص معناته سقطت بهذه اذا سقط هذا الحديث. المرأة يوجب عليها شرع الله سبحانه وتعالى لما الان ينزل عليها المحيض اصبحت طيب. المرأة كاملة. ما هو بس ما عندنا الآن إحنا ما عندنا لا في سيرة أهل بيت رسول الله ولا في الصحابة أنه كانت نسائهم حاسرات الرأس وفقط عند السبايا والحرائر هكذا كانت تميز. الحرة كانت تميز بخمارها وبحجابها. أما إحنا بالنسبة لطريقة الأسلوب وطريقة يعني فرضة أو مو بهالطريقة الآن جايب كرباج وجايب صوت وجايب لصوندة وجايب هذا اللي يصير؟ لا ما هذا اللي يصير. يعني أنتم رأيكم هو أنت هي مو مسألة ضرب وإنما هو لما يفرض لما يحجب. دقيقة بنين بس أنا راح أعطيك المجال بس خليني سبايا يعني المرة مسويها سبايا شنو اختلاف ليش داعش وانا سبايا هذا مجتمع موجود بنتي هذا انا مو حاط السبايا هذا المجتمع موجود هذا مجتمع كانت موجود طبقة بالمجتمع كانت موجود السبايا والخدم والعبيد ما يصير استاذ مو انا دا افرض هذا حتى من الجاهلية موجود هذا وفي الإسلام وتدرج الإسلام وتدرج يمكن حتى الحكم العثماني والعباسي عندي نصوص شرعية أنا عندي نصوص شرعية أنت ما تؤمنين بالشرع الله أنا عندي نصوص شرعية الآن أنا عندي الآن نصوص شرعية هذه النصوص الشرعية توجب علي أن أنا أحتشم رجل أو امرأة أنا هاي عندي نصوص شرعية أنت تريدين تؤمنين بالشرع يا بنتي أؤمني ما تريدين تؤمنين نعم. أنت أنا بس مخيرة بني هو سحنا بنتك ما يحتاج ما تشبيه أساني وهاي اللي قاعد مقدمة الست المدافعة موجودة يمك شنو البينة هو وشنو البينة عيب أكو فرق بين ما قايل عيب أكو فرق بين الانحلال وبين الحرية أنت إحنا نطالب بالحرية الشخصية مو بالانحلال ستي إحنا دارين اللي أنت والنساء ستي إذا أنت تريدين كل شيء تفسري لي أنا دا أقول لك أكو الله سبحانه وتعالى فرض علينا عبادات هاي العبادات شنو تفسيرها ليش الله سبحانه وتعالى فرض علي أصلي بالصبح ركعتين طيب. وفي صلاة العشاء أصلي أربعة مع العلم الصبح أني أكثر نشاطا وبالعشاء أنا تعبان جاي من الشغل هذا هاي أسرار شرعية طيب. هذه الأساليب إذا هي موجودة لازم تتغير لأنه هناك فرق بين غير غير الدين يعني غير وبين الانحلال بس والكبت اللي خلق الإسلام السياسي بين قوسين نعم اللي سوى الانحلال بنين احنا آرائك طبعا آرائك أنت من يتحملها يعني أنت اللي تتحدثين فاحنا هنا حتى الرد الشيخ موجود والضيوف موجودين لكن بس اطلب منك طلب سبايا لعد شنو اختلافنا داعش